رمضان على مزيكا فام. جوائز كنتوا بالالاف تصوتوا تختاروا ونتعداو لجائزه افضل كوميدي رمضان 2021. برشا اعمال كوميديه لكن فما تميز كان بشكل كبير. باش نسلم الجائزه لاول مره من عند موزايكا فام، سعيد جدا انه جائزه افضل كوميدي رمضان 2021 تمشي للممثل اللي عنده برشا مستقبل ومازال ما عطاش الا نسبه محترمة، أما اللي مازال كبير برشا بالنسبة لي عزيز جبالي. عيدك مبروك عزيز. علينا وعليك، عايشك هذي. مرسي بوكو، مرسي موزايكا فام، مرسي للعباد اللي صوتت. حاجة تفرحني برشا، سورتو أنها كي تجي من عند الببليك وتجي من عند موزايكا فام، دونك سافي بليزير. بتبع ذي مش لي أنا، ذي للإكيب الكل كان يا ما كانش، وعلى رأسهم عبد الحميد بوشنيق، حاتم اللي بدأوا معايا الحكاية، هيلا عياد، ياسمين، وسورتو الديو الآخر اللي معايا اللي هما سيف عمران وجهاد شيرني. حاب نقول لهم رأي ذي متاعنا ثلاثة، وراكم أصحابي، راني فرحان برشا اللي نخدمت معاكم وفخور اللي أنا خدمت مع الإكيب الكلها. دونك هذي راهي متاع كان يا ما كانش ومتاع لوتخيو، وإن شاء الله يا ربي مازالت خدمة ومازالت حاجات مخير. وحتى العباد اللي ما عجبهمش برشا البروجي نقول لهم مازلت من عنا ما نوريوكم، مازلنا من ان شاء الله باش نعملوا حاجات مخير، وان شاء الله اللي السنه العباد اللي عجبهم فرحونا وعدونا دي زونت بوزيتيف، وخاطر ان تشالنج مش سهل، حاولنا نعملوا حاجه جديده، حاولنا نمشيوا للتجديد، والحمد لله ربي وفقنا. دونك ان شاء الله اللي جاي خير هادي. ميرسي، شكرا شكرا عزيز جبالي. افضل كوميدي اخترتوه لموسم رمضان 2021.